السنة اللي فاتت الألبوم بتاعكم في الصيف عمل لنا مود حلو جدا والأغاني كلها تجنن وانتوا احنا بنحب لمتكم مع بعض وكنتوا وحشنا. هنقعد نستنى بقى كام سنة كمان ولا ايه بقى؟ لا شغالين على سنجل ان شاء الله اليومين الجايين وان شاء الله عندنا الغنوة اللي احنا شغالين عليها برضو مع بعض وعلى طول اللي هيبقى فيه تواجد. يعني ليه دايما عندنا في مصر الناس تقعد تعلق ان مفيش فرقه عندنا بتقعد فتره طويله مع بعض؟ مفيش انسان بيفضل في حاجه بيعملها فتره مع بعض، بس احنا عشان صحاب، احنا صحاب من واحنا صغيرين خالص واحنا في ابتدائي. بس اي حد بيبقى مذيع شاطر في برنامج في مثلا التلفزيون بعد 3 سنين بيروح قناه تانية، واللاعب بتاع الكوره بيروح في حته تانية، ده الانسان الفردي، ما بالك بقى المجموعه. يعني بيبقى فيه اختلافات على طول، بس احنا مفيش بينا اختلافات الحمد لله. يعني اللي مخلينا مستمرين لحد دلوقتي ان احنا مفيش بينا اختلافات ولا بنحس ان في بينكم غيره مثلا خالص، بالعكس احنا كلنا بنفرح من بعض. وبعدين انا ايه، لما حد فيهم بيعمل حاجه كويسه بيبركوا لنا والعكس. يعني كلمه الله غنوه محمد جامده او كانها حاجه من عيلتهم يعني، فاهمه؟ فدي حاجه حلوه. يعني نادر يعمل غنوه حلوه يكلمني الله غنوه نادر صاحبك تحب بيبركوا لنا. فهم بيعتبروا واحد من عيلتي زي ما حد بيبارك لك حاجه من اخواتك يعني. تمام. بمناسبة ان احنا جبنا سيرة الفرق وواما وكلمنا عنهم، بدأنا نشوف بدأت في الحاجات في المهرجانات والأغاني الشعبية ان فرق كتير بدأت تنفصل، وتلاقي مثلا زي أوكا وأورتيجا مبقوش مع بعض وشحت تعمل أغنية، بدأنا نشوف انقسامات. ساعات لما الانقسامات دي بتحصل بتطلع أعمال أحلى، ان كل واحد بقى دي نشاط، ساعات بتعمل أعمال أحلى وساعات بتبوظ الكيان اللي انت عملته وساعات. بس التغيير مش وحش، التغيير مش وحش. وبعدين هما الناس الفرق الشعبي والحاجات دي 16 واحد في الغنوة، ابراهيم وابو الليل وشوقت وكلها حلوه، كلها حلوه. ما هو بالنسبه لهم هم عشان ما عندهمش اي احقاد بينجحوا. يعني احنا في المطربين البوب يقول لك لا اصل ده مين يتحط قبل اسمي؟ بجد انا الحاجات دي عمري في حياتي ما باخد بالي منها. مين اسمه اكبر من مين ومين اتحط في الحفل قبل مين؟ فالحاجات دي بتخليك على طول واخد حته كده على جنب. انما المطربين الشعبيين يعني هم مثلا بيعملوا غنوه، واحد جه مثلا ايه هياخد 500 جنيه من واحد، يقول له خش غني معانا، يعني مفيش حاجه، خش يا عم اطلع مايك، واحد جاي مثلا يعمل شويه شاي خش. يعني ما عندهمش مشكله مع بعض، لان هم ما تفهمش ليه، لان هم ممكن مثلا لسه مثلا ما كسروش الدنيا. اصل بص، انا بالنسبه لي النجاح مش غنوه جايبه عدد كبير، لان انا ممكن لو طلعت بشتم في واحد الناس تتفرج عليها 200 مليون. النجاح ان الشارع تنزل الناس تعرفه في الشارع وتحبه، هو ده النجاح. النجاح مش هو ده اللي بيغني الغنوه دي، انا عارفها والله بس مش عارف الواحد ده. فده من انا النجاح بالنسبه لي الشارع. دخل واحد كده في وسط زحمه ودخله مول وبتاع وشوف النجاح عامل ازاي، وشوف حب الناس دي، هو ده النجاح بالنسبه لي، مش بالنسبه لي ارقام بقى والحاجات دي خالص. طب ما تيجي ندندن شويه،